بسم الله الرحمن الرحيم. حنا مجموعه ديال المستثمرين على الاراضي السلاليه. اللي ما كيعرفش المعنى ديال الاراضي السلاليه او العرشيه، هي واحد الارض اللي تخلاو عليها الموليها اللي ما قدوش يستثمروا فيها وتنازلوا عليها يعني بطواعيه، وجاوا ناس مستثمرين ودخلوا لهاد الاراضي وداروا فيها فوق من هاد الاراضي استثمارات خياليه. دابا الداخليه جات وكطالب هاد الناس، كتقول لهم باش يخرجوا من هاد الاراضي هادي، فين غيمشيو وعلاش غيمشيو وشنو غيديروا بهاد الاراضي. قال لك سيدي هاد الاراضي واخا يكون فيها واحد الاستثمار يعني واحد مشروع قائم الذات، ردها لي كيف كانت. يعني الا كان فيها مثلا فوق منها واحد الاشجار ولا واحد الفريغو ولا شي حاجه، كيقول لك ردها لي كيف كانت، يعني ردها لي ارض. ملي غترد له ارض عاد غادي يجيب هو قال لك الناس ديالهم شكون هما، يعني اللي كيسموه هما ذوي الحقوق، وغيعطيوهم قال لك دعم من الابناك، وغيدير لهم تكوين في التسيير وفي التشغيل باش يشغلوا داك الارض باش يردوها يعني استثمار. هاد الاراضي ديجا راه فوق منها استثمارات قائمه الذات، كاينين اراضي الاستثمارات كاينين. يعني باش من حق دابا غادي تجي تحيدني انا ولا الاخر ولا الاخر، وتجيب واحد الانسان اخر اللي كتقول باغي تدعمو وتعطيه مال وتدير له تكوين الا ما كانش كيعرف، ودير له قرض في الابناك باش يدير استثمار. هاد المستثمر خليه وسير تقلب له على ارض واحده اخرى اللي خاويه ولا اللي ما فيها حتى شي استثمار، وعطيه يستغل فيها. يعني هذا ما مفهومش حنا براسنا ما فهمناش زعما هاد النكته هادي شنو المعنى ديالها، ديال انه يخرجك انت اللي داير مشروع ويجيب انسان اخر ويدعمه ويعطيه كريدي ويعطيه ويدير له تكوين باش يولي مستثمر باش يخلق فرص الشغل. حنا راه ديجا رحنا خالقين فرص الشغل ودايرين مخدمين الناس ودايجا يعني كاين استثمارات قائمه الذات. ملف غير مفهوم الصراحه، يعني خص وزاره الداخليه تراجع صوره في هذه المساله هذه وتفسر لنا شنو بغات في هذا الشيء، لان ما فهمناش. والقضاء له كيقول له السلام عليكم.